هو شو رد عليك؟ يا ستي قال هو راح تقدم لأهله بس جدك ما وافق لأنه بابا كان كتير فقير. بعدين إجا عرض عمل على أبو ظبي عن طريق خاله، طلع لهونيك التقى بماما تجوزوا وضلت هي عايشة هونيك لأنه أهلها عايشين هونيك. بس هيك. وأمك شو كانت ردة فعلها لما عرفت بهالقصة؟ لا ماما طلعت بتعرف من زمان بالموضوع. آه يعني نحن ما بقي عنا ولا أمل. حبيبتي ليش ما بقي عنا ولا أمل؟ أنا بالنسبة لأهلي ما عندهم أي مشكلة بالموضوع، يعني كل القصة هلأ حاليا هي عند أمك. طلعي فيه شو شاردة؟ شاردة بهالمجتمع. يعني ليك ردة فعل ماما وقت صارت القصة؟ صار معها شبه انهيار عصبي، قاعدة بغرفتها طول الوقت وما عم ترضى تحكي مع حدا فينا، لمجرد إنه هي عندها إحساس إنه هي القصة ممكن تأثر على سمعتها أو على هيبتها قدامنا وقدام بابا. أما أبوك شو عمل؟ اتضحك إنه عادي، يعني اعتبرها بطولة قدامكم. لأ المهم أمك كيف بدها تقتنع؟ هلأ الأهم أنا كيف بدي أخبر بابا بهي القصة؟ هلأ مو أنتي دائماً بتنتقدي المجتمع الشرقي؟ بلا. طيب خلص روحي عند أبوكي واحكي له وبسطي له الموضوع. خندون القصة يمكن تكون بالنسبة إلي بسيطة وهينة، بس إني بسطها على أمي وأبي كتير صعب. بسألك سؤال بجاوبيني عليه بصراحة. سؤال. هلأ أنتي عن جد بالنسبة إليك الموضوع هين وبسيط؟ والله ما بعرف، يعني يمكن لو ما شكل عقبة بقصتي أنا وياك كان جاوب بكل ثقة إنه إيه ما في مشكلة، بس هلأ عن جد ما بعرف. بتعرفي شو؟ هلأ أول ما خلص محاضرة بتطلعي لعند أبوكي على العيادة وبتفتحي مع الموضوع. عم تفهمي؟ خايفة. حبيبتي ما لازم تخافي أبداً ولا تتوتري. يارا إذا بدنا نكون مع بعض لازم نواجه هاي الظروف، ما فينا هيك. طيب أنت أمك ما انزعجت؟ هلأ ماما أكيد انزعجت، يعني بالنهاية ما فيك تجردي المرأة من غير رضاها على جوزها نهائياً. بس هي قالت لي إنه أنا مستحيل وقف وش مستقبلك بأي شيء. طيب خلص هلأ بروح. الله يمرق هالقصة على خير. يلا إن شاء الله خير. امتى رح تعمل العملية دكتور؟ الخميس الساعة 9 الصبح. طيب اتفقنا. بس بدي اياك تجيبي لي هو التحاليل 4 الصبح. اوكي. تفضلي. اوكي. شكرا دكتور. اهلا وسهلا. شكرا. الله معك. تفضل. اهلا. مرحبا. اهلا اهلا بيارا الحلوة. كيفك؟ اكيد ما جاي لانك اشتقتي لي او حتى تفاجئيني. اكيد في عندك حكي بدك تحكي. هلا هو انا مشتاقت لك وعندي حكي بدي احكي. بعرف. تفضلي. اول شيء اللي قريت الديوان؟ ايه قريت نصه بالبيت ونصه بالعياده هون. ايه وكيف لقيت؟ واستشفيت منه انه إنه مش بس بحبك، مجنون فيكي كمان. لهيك بابا أنا جاي أترجاك، ما تخلي هاي المشاعر تموت. طولي بالك حبيبتي، الحب الحقيقي بعمره ما بموت. لهيك أنت متحمل ماما؟ أنا بحبها كتير لأمك. بابا؟ نعم. شو رأيك تعزمني على فنجان قهوة بشي كافيتيريا؟ من زمان ما قعدنا ودردشنا. من زمان ما قعدنا ودردشنا. لا بلا الزعبلة هيدي. هاتي من الآخر شو في؟ بصراحة بدي أحكي معك على انفراد. هون نحن لحالنا. لا بالكافيتيريا بيكون الجو غير. ولا لا تكون بخلان علي دكتور فؤاد. آه والله؟ أنا بخلان؟ مش بس قهوة رح شربي. رح طعميك كمان أطيب سلطة فواكه بتحبيها. لك تقبر قلبي، هذا الحكي اللي بيجي عليه على ماما. يلا. آخذ الديوان؟ لا لا إذا خليه بدي أعطيه لأمك لحتى تتعلم تحبي شوي. ماشي يلا. دوري. لا ما سام؟
حبيبي شو شعورك إذا خلدون تجوز بنتها لحبيبتك؟ أكيد رح يكون مبسوط. وليش بقى؟ ليش؟ شو هالسؤال ها؟ لأنه أخذ الإنسانة اللي حبها. ليه هو إذا أخذ الإنسانة اللي ما يحبها بس هي مناسبة إله شو رح يصير له؟ شو حبيبي؟ الظاهر عندك عروس مناسبة لإله؟ لا أبداً ما قصدت. لكن طيب جاوبني. أكيد حبيبي، لما ابننا رح ياخذ وحدة بيحبها رح يكون سعيد، ونحن لازم نفرح لفرحه. يعني أنت ما كنت سعيد لما تجوزت وحدة مناسبة وما كنت تحبها؟ أنا؟ ليش حبيبي؟ أنا ما بحبك. بس أنت اعترفت أنك كنت تحبها لفادية. أنت قلتيها. كنت. وبعدين حبيتك أنت. وأنت شايفة إنه أنا مو مقصر معك، لا بالمشاعر ولا بالمادة. بعرف حبيبي بعرف، بس يعني خايفة هيك تكون تحن لها. أها. حن لها قلتي لي. شو هالحكي الفاضي ها؟ بعدين المخلوقة رح تصير ست، والموضوع مرق عليه 30 سنة. بعدين تعالي شوف، أنا اللي لازم أسألك، شو شعورك أنت لما بتصير حبيبتي السابقة هي حماة لعبرك؟ حبيبي إذا مفكرني رح أغار منها فبتكون كتير غلطان، لأني أنا شايفة حالي أحلى وأهم مرة بالعالم، وهي لازم تغار مني مو العكس. أبي يطلع لك، لأنه أنت مو بس أحلى وأهم مرة بالعالم، كمان قهوتك أطيب قهوة بالعالم. على عيني أطيب فنجان قهوة. تسلم لي عيوني. لخلدون شو؟ هذا الحكي كتير قديم، هن كانوا على علاقة جدية، يعني هو طلبها من أبوها، بس جدي الله يرحمه ما وافق لأنه بوقتها كان فقير ومانه مناسب. شو هالحكي الفاضي هيدا؟ للأسف بابا هذا مو حكي فاضي. لكن شو؟ أبوه لخلدون مبارح حكاله كل شيء. مستحيل، أمك حكيت لي عن كل شيء مدق بحياتها، ما بعمرها حكيت لي هالقصة. يا بابا هي شو قالت لك بالضبط؟ يعني هي حكيت لك شي مرة إنه كانت تحب حدا؟ لا بس قالت لي عن كل طلبوا إيدها اسمي باسم، وما قالت لي إنه بتحب حدا، قالت لي إنه رفضتهم كلهم وما قبلت إلا فيي أنا. هلا بابا هذا الحكي يعني كل البنات بيحبوا يقولوا للشخص اللي بدهم يرتبطوا فيه، يعني بيعتبروها بطولة. إيه بس أنا ماني مصدق. يا بابا شو مصلحة الزلمة يتبلاها لماما؟ لأنها رفضت ابنه. طيب أنت ما بتتذكر ردة فعل ماما وقت سمعت باسم أبوه لخلدون؟ ما بتتذكر كيف تلبكت وكبت فنجان القهوة واحتدت عليه وقامت على غرفتها؟ بابا هذا الموضوع عادي، كل الناس بيمرقوا بتجارب عاطفية فاشلة. أحياناً بتلاقي مرة متزوجة إلى 20 سنة مع زوجها، بيتطلقوا بتتجوز حدا تاني وبتعيش معه مبسوطة. يعني شغلة ماما أبسط من هيك بكتير. لا مش بسيطة أبداً. أنا عبولة السر الدفين اللي كنت عشته أمك، حتى قصدت أن تسمي ابنة على اسمي، مع أنه كنت بدي سميه ناصر على اسم بي. أمك بعد عايشة بحبه لهلأ. طول بالك بابا، مستحيل يكون هذا الكلام صحيح. معقول؟ معقول يا فاديه؟ بابا أنا ما إجيت لهون مشان زيد الطين بلة، أنا جاي عم حاول لاقي حل لهالمشكلة معك. يعني هاي المشكلة ما لازم تأثر على علاقتك بماما ولا على مستقبلي وعلاقتي بخلدون. خلينا نمشي على البيت ونحكي هونيك. طيب بس بترجاك بلا مشاكل وعصبية. نحكي هونيك. وبشو رجعت بقى؟ تاكسي ولا سرفيس؟
تاكسي امي، طمني ما كسرت البرستيج تبع العيله. شو عم تمسخر انت؟ لا ما عم اتمسخر، بس يعني عم اكد لك اني عم اسمع كلمتك بكل شيء. بعدين انت ليش ما رحتي اليوم على الدوام؟ ما دخلك. ايه صح معك حق، انا شو دخلني؟ اكيد بيكونوا ناطريننا على الغدا. فوتي تغدي انت، انا مالي نفس. بابا اذا بتريد. مالي نفس. مرحبا. اهلين يا روش. شو ليش قعدتي محل بابا؟ بابا ما رح يتغدى. ليش وين متغدي؟ ما انا متغدي بس ما بده يتغدى. ايه ليش يما؟ ما بعرف. أنا رح ناديره. اتركه سام، لا تحرجه، ما بده يتغدى. وأنا ما بدي آكل. إيه ولا أنا. يعني على أساس أنا اللي بدي آكل بهي النفسيات البشعة؟ ولا أنا شو دخلني؟ خليني آكل. شو ليش ما بدك تاكل؟ مالي نفس. وليش بقى؟ مبسوط. شوف فؤاد، إذا عم تحاولوا إنه تضغطوا علي بهذا الشيء اللي عم تعملوه فيني مشان وافق على هذا الاسم وخلدون، فلا حدا يحاول معي نهائياً نهائياً، ولا حدا يحطني بمواقف بشعة. شو هي المواقف البشعة اللي رح تنحطي فيها إذا وافقتي؟ يعني ولا شيء، يعني أنا ما بدي أكسر كلمتي قدامه. قدامي؟ قدام خلدون طبعاً. قدام خلدون؟ قدام خلدون ولا قدام أبو خلدون؟ أستاذ سامي العياش. صار كل شيء واضح يا مدام. سام، سام العياش اللي حبيتيه كل هالسنين بينك وبين حالك، وسميتي ابنك اللي هو ابني على اسمه، حتى تضل ذكراه عايشة معك كل حياتك. انت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي انت؟ مثل ما سمعتي، هالسر الدفين اللي مخبيتيه كل هالسنين انكشف. حبل الكذب مهما طال قصير يا مدام. مو صحيح، مو صحيح. صحيح. كل مطلوب مني كلمة واحدة بس، كلمة واحدة تعترفي فيها. شو كانت ردة فعله لما رجع؟ شو ردة فعله؟ جاني النظام ما عم يحكي مع حدا فينا، كل شوي بيفوت لعندي على الغرفة معصب وبيطلع بعد 10 دقايق معصب أكتر، شي بيقعد متوتر، شي بيطلع وما بيرجع لوش الصبح. طيب والحل؟ ما بعرف خلدون، ما بعرف، أنا دايخة وما عم بقدر ركز. ويلي هم ماما وبابا، ويلي همك أنت، همنا وشو رح يصير فينا. قلك شغلة بتنحل، صدقيني بسيطة وبتنحل. يعني أنا برأيي إنه الشغلة مسألة وقت، يعني إجباري بتاخد وقتها. عرفتي كيف؟ أهم شيء هلأ بالنسبة إلنا إنه هنن يوافقوا، بعدين يعني أنا متأكد 100% إنه القصة رح تمر مع السما. طيب كيف بدها تنحل؟ القصة كتير كبيرة. حبيبتي لا كبيرة ولا شيء. بتعرفي شو؟ بكرة بس نتجوز ويصير عنا ولد رح يطير مخهم فيه، وما عاد يطلعوا على كل هدول التفاصيل الماضية اللي هلأ نحن قاعدين ولاعين قلبنا فيها. ليكا هي عندك أختنا هاد الكبيرة، هيك اتجوزت وصار عندها تاج. اهلي عن جد ما بتتخيلي، يعني ما عندهم موضوع بالبيت غير تاج. على تاج شو اكلت، وتاج شو شربت، وتاج عم يطلعوا اسنانها، وتاج بلشت تمشي، واذا بكره بدنا نروح لعند تاج شو بدنا ناخذ لها لحتى تكون مبسوطه؟ عن جد هيك
فيعني باختصار هيك سنة الحياة. هلا خليهم يوافقوا بالأول، بعدين لكل حادث حديث. إن شاء الله. ليكي بيبي، أنا بصراحة فرطت شوع، بدي أقوم آكل. صح حبيبي. عقلبك. ليكي رؤية، ما بحب أشوفك هيك. يلا تصبح على خير. تصبح على خير.